مباشرة من شاشة الـ LBC International والـ LDC اللحظات الأخيرة من حفلة انتخاب ملكة جمال لبنان 2014. ولكن قبل ما أطلب من الخمسة فاينالست أنهم يرجعوا على المسرح، رحبوا معي بصبية كانت سنة 2013 هي الملكة. صبية رح تكمل تحقيق أهدافها بعد ما تسلم التاج ويبدأ الحديث. بدعي ملكة جمال لبنان 2013 كارن غراوي تتفضل على المسرح. لحظة واحدة، كلمة واحدة فيها تحقق كثير من الأحلام. وبلشت سنة أهم سنة بحياتي، ما فيي أنسى كل شخص دعمني، كل سيد معنفة مدت لي إيدها لنعلي الصوت بوجه العنف الأسري، كل طفل معوق، يتيم، مريض، علمني كثير لما ابتسم لي برغم الوجع. بدي أشكر البلد يلي خلاني أحكي عنه، كل بلد زرته وكل حفل دولي شاركت فيه. مرقت سنة، خلصت سنة، والليلة جاي يسلم الحلم لصبية جديدة، وإن شاء الله تقدر تترك بصمة وتذكر الأيام يلي جاية إنها كانت نهار ملكة جمال بلد رح تبقى صورته المشرقة أقوى من كل شيء. برحب فيك كارن، من سنة كنا سوا وهلأ حتسلم التاج. كارن رح تسلم الحلم بعد شوي لصبية جديدة، أما هن الصبايا فمع بعض خاضوا المغامرة، مع بعض عاشوا تجربة من العمر، تنافسوا، ضحكوا، تعبوا. لحظات الاختبار كانت صعبة عليهم، ولكن للمرة الأخيرة رح يوقفوا. ولكن بعد إعلان النتائج استقبلوا معي إذن مشاهدينا المرشحات الخمسة للنهائيات. صبايا دقت الساعة، خلص هلأ ساعة إعلان النتائج، لحظة تتجدد من سنة لسنة لتتويج صبية رح تحمل اسم لبنان للعالم، اسم بلد قدروا أنه يتحدى وتبقى صورته المشاعة أقوى من أي صورة تانية. المغلف صار معي، النتيجة طلعت، القلوب عم بتدق أكيد، في قلوب خمس صبايا سامعة دقيتها لهون. حبلش بالوصيفة الرابعة لمس لبنان 2014. كيف الأعصاب؟ ما في أعصاب. الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان لسنة 2014 هي ستيفاني كيروز. مبروك ستيفاني،
وبقيوا أربع صبايا عم يبتسموا، بس إذا بتقربوا عليهم شوي بتشوفوا كيف الجسم عم يدق من دقات القلب. أربع بعد شوي. إذن بعد شي إلسا، روبا، آيا، سالي، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2014. طول السسبنس شوي. لا عم بيقولوا لي طول. طيب الوصيفة الثالثة هي آيا خضروج. مبروك آيا. ملكة ووصيفتين تقريبا آخر مرحلة. مين فيهم الملكة ومين هن الوصيفات؟ لحظات عم بتمر شوي شوي، كتير صعبة هاللحظات على الصبايا الثلاثة، بس النتيجة طلعت، والنتيجة بتقول إنه الوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان هي روبا منذر. إلسا أو سالي؟ سالي أو إلسا؟ والتنيناتهم لابسين نفس الألوان وماسكين إيدين بعض. وأنا عن جد بدي أقول للمشاهدين إنه هيدا المشهد حقيقي، لأنه كل اللي اشتغلوا بمس لبنان 2014 عن جد عاشوا قدي الصبايا كانوا عندهم روح كتير حلوة بالكواليس. سالي، إلسا، مين هي الملكة؟ هعمل كاونت داون. 5 4 3 2 1. ملكة جمال لبنان لعام 2014 هي سالي جريش. الوصيفة الأولى هي إلسا حجار. مشاهدينا شكرا لكم على متابعتكم، وآية حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2014 سالي جريش. شكرا لكم، اربع وعد بيتجدد السنة الجاي. تصبحوا على خير. ونزين الملكي على عرش الجمال.